هذه النشرة برعاية جاستروبول، اس اي موبلر، دينتالي. بعد انتقادات كبيرة، الحكومة السويدية تقرر سحب مشروع قانون الإرهاب الجديد وتعكف على إدخال تعديلات عليه. طالبو لجوء في يوتوبوري يضطرون لتقديم خدمات جنسية مقابل توفير مأكل ومسكن لهم. أهلا بكم. قررت الحكومة السويدية سحب مشروع قانون الإرهاب الجديد بعد انتقادات تعرضت لها من قبل المجلس القانوني الاستشاري نظرا لمخالفة المشروع بنودا قانونية في الدستور السويدي، وقالت إنها عوضا عن ذلك قدمت تعديلات على مشروع القانون ذلك. وزير العدل مورغان يوهانسون قال في حديث لراديو إيكوت إن تعديل قوانين مرتبطة بالتشريعات الدستورية أمر ليس بهذه السهولة، وأكد أن التعديلات على فحوى مشروع قانون الإرهاب الجديد سوف يتم الإعداد لها في الربيع. ومن جهتها انتقدت المعارضة السويدية سحب الحكومة لمشروع القانون، واعتبر الناطق الرسمي باسم حزب المحافظين يوهان فورسل أنه لا بد من قوانين تكون قادرة على حظر أي مشاركة في المنظمات الإرهابية. بحثت الحكومة السويدية اليوم أيضا في كيفية تعويض الخدمات التي كانت تقدمها مكاتب العمل والتي جرى إغلاقها أو تقليص عدد الموظفين فيها. وقال وزير الشؤون المدنية السويدي إن الحكومة تريد تكليف مجالس المقاطعات بزيادة عدد مكاتب ما يسمى الخدمة الحكومية أو سيرفيس كونتور، وذلك لتقديم الخدمات بدلا من فروع مكتب العمل التي جرى تقليصها وتسريح عدة آلاف من الموظفين فيها. وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية في تصريحات صحفية أن الحكومة لا يمكن لها قبول تدهور دور الدولة من خلال مكاتب العمل السابقة في تقديم الخدمات للباحثين عن عمل. أعلن سويد بنك إقالة رئيسته التنفيذية بيرجيت بونسن اليوم الخميس على خلفية فضائح تطارد البنك منذ فترة تتعلق بتورطه في عمليات غسيل أموال، فضلا عن انتهاك قوانين التداول في بورصة الأسهم. وقد وافق المالكون الرئيسيون للبنك على التصويت بإقالة بونسن من منصبها، وربطوا قرارهم ذلك تحديدا بالتطورات التي جرت أمس في أعقاب اقتحام عناصر من هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية السويدية والشرطة مقر سويد بنك الرئيسي وسط العاصمة ستوكهولم، للتحقيق فيما إذا كان قد خرق البنك قواعد المعلومات الداخلية لتداول أسهمه في بورصة ستوكهولم للأوراق المالية. وستتلقى رئيسة المقالة أكثر من 21 مليون كرون تعويضا عن فترة خدمتها. قررت بلدية فالديم أرشفيك في أوسترغوتلاند إبقاء مبنى البلدية مغلقا بسبب تلقي السياسيين فيها رسالة تهديد. وذكرت البلدية أن الرسالة وصلت مساء أمس الأربعاء عبر البريد العادي، وأنها سوف تضطر لإغلاق أبوابها اليوم وغدا الجمعة. وقالت رئيسة البلدية إنه تم توجيه التهديد ضد السياسيين في البلدية بشكل عام وليس ضد شخص أو مجموعة بعينها، مشيرة إلى إبلاغ الشرطة بالحادث والتي تقوم حاليا بالتحقيق في ما حدث. عبرت منظمات تطوعية في مدينة يوتوبوري عن قلقها من حدوث حالات استغلال جنسي بحق طالبي لجوء غير مصحوبين برفقة ذويهم جرت مؤخرا. ويضطر كثير من اللاجئين القصر الذين، وذلك بعد بلوغهم الأحراس 18 عاما، لمغادرة مساكن الرعاية الاجتماعية في يوتوبوري والبحث عن مسكن لهم بانتظار حصولهم على قرار الإقامة من مصلحة الهجرة، حيث يجبر بعض منهم
على تقديم خدمات جنسية مقابل حصولهم على مأكل ومسكن، أو أنهم في أحيان أخرى يستغلون في أعمال من دون أجر. ومن جهتها قالت مارينا يوهانسون الرئيسة السابقة للجنة الموارد الاجتماعية في المدينة إن يوتوبوري تحملت كامل مسؤولياتها في استقبال اللاجئين القصر، ولكنها ليست لديها القدرات المادية الكافية لتأمين مساكن لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما. أخيرا دعا الفرع السويدي لمنظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة اليونيسف إلى تغيير قانوني جديد يتيح تجريم كل أشكال وأنواع العنف ضد الأطفال. ووفقا لليونيسف فإن بعض القوانين السويدية لا تعتبر أشكال العنف ضد أو بعض من أشكال العنف ضد الأطفال جريمة حتى الآن مثل الإيذاء النفسي. وأكدت وزيرة المساواة بين الجنسين أوسا ليند هاجن أن هناك تقديرات تشير إلى أن 200 ألف طفل في السويد يعيشون في مع أسر يوجد فيها عنف أو يتعرضون بشكل مباشر للعنف، فيكونون على سبيل المثال شهودا على أجواء العنف بين الأم والأب والأب في العائلة الواحدة. ماذا في أخبار الطقس ليوم الغد؟ نهاية هذه النشرة، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية جيستري بول، اس اي موبلر، دينتالي.